أيها الإخوة، بعد أيام قلائل نستقبل العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر تختص بخصيصة عظيمة، وهي أن فيها ليلة القدر. هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة شريفة، ليلة مهيبة، ليلة عظمها ربنا سبحانه لأن القرآن نزل فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها جدا، فكان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر انقطع عن الدنيا وتفرغ للعبادة واعتكف في مسجده طلبا لليلة القدر، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الرسول وهو قائد الأمة وهو الموجه وهو المرشد، ومع ذلك ينقطع عن الناس وينقطع عن الدنيا ويعتكف في مسجده متفرغا طلبا لليلة القدر، وهي والله تستحق. ليلة واحدة سويعات العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال ربنا الخالق لهذا الكون يقول معظما لشأن هذه الليلة: وما أدرك ما ليلة القدر؟ ما أدرك؟ هذه ليلة عظيمة، ليلة شريفة. ليلة القدر خير من ألف شهر. العمل الصالح في هذه الليلة في هذه السويعات ليس مساويا، بل خير من العمل في ألف شهر. ألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر. فسبحان الله، عمل في سويعات خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. ولذلك من وفق لهذه الليلة كأنما كتب له عمر جديد. من وفق لهذه الليلة فقد وفق لخير عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن بركة هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة بمن فيهم أعظم الملائكة جبريل الروح، تنزل لكي ترى عبادة المؤمنين وهم يجتهدون في الطاعة. وقد جاء في الأثر أنهم يمرون بالمصلين ويسلمون عليهم، وأنهم يفقدون بعض الصالحين فيقولون: رأينا فلان ابن فلان العام الماضي يصلي مع الناس ولم نره هذا العام، اللهم إن كان مريضا فعافه وإن كان غائبا فاردده. تتعرف الملائكة على المؤمنين، وتبقى الملائكة في الأرض طوال ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يمتد وقتها إلى طلوع الفجر.